على آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. رب العالمين خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. أمر الملائكة يسجدوا الخلق الجديد، سجدوا الملائكة كلهم إلا العنيد، شيطان رجيم مغرور لعيب يقول لرب العالمين، خلق نار وده خلق طين، ما سجدش صار من الملعونين. وسوس لآدم في النعيم، وشاور له عالشجرة اللئيم، قال له الخلود سر الوجود، بس انت دوق تصبح أوام، تصبح رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في رجال ذنب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لحظة أن غضب الله عز وجل على إبليس وطرده من رحمته ولعنه، هذه اللحظة كانت بداية الصراع الأبدي، وهو الصراع بين الحق والباطل. فتوعد إبليس آدم وذريته بالغواية والضلال عن الصراط المستقيم. ولكي يحقق اللعين هدفه في إضلال بني البشر، كان لابد أن يبدأ بأبي البشر فيخرجه وزوجه
من نعيم الجنة إلى شقاء الأرض ومكابدة الحياة فيها. وجاءهما الشيطان للمرة الثانية بالمكر والخديعة. والله إني لحزين مهموم لأجلك يا آدم، فإنك إذا ظللت على هذا الحال فستخرج مما أنت فيه إلى ما أكرهه لك. نسي آدم تحذير الله عز وجل له من إبليس وعداوته، وغره تظاهر إبليس بالعطف عليه والحزن لأجله كما زعم، فقال لإبليس: وما الحيلة حتى لا أخرج مما أنا فيه من النعيم؟ الحيلة معك، أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأشار إبليس إلى الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها، وتابع قائلا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. واطمأن آدم إلى إبليس اللعين مع أنه عدوه المبين، ثم تذكر وقال: أحقا ما تقول؟ أقسم بالله إني لك يا آدم لمن الناصحين، تأكل من تلك الشجرة أنت وزوجك فتصير معا في الجنة إلى الأبد. لم يظن آدم أن مخلوقا لله تعالى يحلف بالله كذبا، ولذلك صدق إبليس. وفي تلك اللحظة الرهيبة نسي آدم الميثاق الذي أخذه الله عليه، ففكر في نفسه أنه يستطيع أن يبقى ذاكرا لله وفي نفس الوقت يعيش حياة الخلود. في تلك اللحظات المثيرة مد آدم وحواء يديهما واقتطفا من ثمار الشجرة وأكلا منها. لقد فعلتها، خدعك إبليس يا آدم أيها المخلوق الترابي الضعيف، أصبحنا جميعا عصاة، خدعتك أيها الغر. هيا اخلع عنك ثوبك البشري وارتدي ثوب الخلود. لقد فعلتها يا كبيرنا إبليس، فعلتها. لا أدري ما الذي جعل هذا المخلوق مكرما عند الله، لا أدري. لقد عصى آدم ربه وأكل من الشجرة. نعم، أعتقد أنه سوف يكون عقابا أليما على فعلته هذه. إنها ليست سوى البداية يا آدم. سيظل يذكر خداعي له مدى الحياة، وبأني كنت السبب في حرمانه من الجنة.
وهذا ما يشفي بعضا من غليلي وحقدي. إنها البداية. البداية، مجرد البداية فقط يا آدم. نحن معك حتى نجعلهما ضالين مضلين. هذا هو عدونا الأكبر يا سهاد. ليسوا ضعفاء ولا سلطان لنا عليهم سوى الغواية وإغرائهم بالأمان الكاذبة، فيستجيبوا لنا ويأتمروا بأمرنا. ترى ماذا يفعل آدم الآن يا يونيران؟ نسي آدم ميثاق ربه ولم ينجح في أول اختبار له، فكان ضحية لخداع إبليس. وقد ورد في الحديث أنه لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره فنودي: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك يا ربي. قال: يا آدم أخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني. وبكى آدم لما سمع الأمر الإلهي بالخروج من الجنة، وبكت الملائكة على هذا المخلوق الذي سجدت له تكريما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أقال الله آدم من عثرته وغفر زلته ووعده بأن يعيده إلى جنة الخلد الأبدي. فكان ما حدث من فساد على الأرض وعصيان أوامر الحق عز وجل إذانا ببداية خلق جديد يكونون حجة لله في أرضه ويعبد من خلالهم. إني أسأل عن معنى الجن، ولماذا تسموا بهذا الاسم؟ الجن اسم جمع لكلمة جان، ومفردها جني للمذكر وجنية للمؤنث، وهو من الفعل جنة بمعنى استتر وغطى، ومنها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أي ستره وغطاه، ويقال بأنها سميت بذلك لأنها تستتر ولا ترى.
أي أنهم يرون ونحن لا نراهم. أحسنت يا أحمد، يقول الحق سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.